أيها الحضور الكريم، في مثل هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمن ابتدع فكرة العمل من أجل حملة توسيع صلاحيات مينوسو، فهي فكرة تنبعث من وعي ديمقراطي سلمي، تنبعث من وعي نضالي مدني. لا شك أن كل إنسان يؤمن بحقوق الإنسان سيتعاطف معها وستحوز إعجابه. وبالنسبة لموضوع توسيع صلاحيات مينوسو، عندما نتطرق إليه، أول ما يمكن الرجوع إليه هي المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة. فهذه المادة تعطي لمجلس الأمن صلاحيات إنشاء فروع أو لجان أو بعثات يمكنها العمل على إنجاح جهود مجلس الأمن. ومجلس الأمن اختصاصه الرئيسي هو نشر الأمن والسلام في العالم، ومن هنا جاء اختصاصه من أجل تكوين بعثة المينورسو التي تحوز الاسم الكامل بعثة الأمم المتحدة، من أجل تطبيق استفتاء تقرير المصير. فهذا الاسم المبهم المأخوذ من الحروف الأولى من الكلمات يجعل بعض الجهات تحاول اللعب على الغموض وتركز على أن هدف المينورسو هو وقف إطلاق النار، في حين أن المسألة ليست كذلك. فالمينورسو جاءت أساسا من أجل هدفين رئيسيين أساسيين: أولا فعلا الإشراف على وقف إطلاق النار ومراقبة الخروقات التي يمكن أن تجري في هذا المجال، ولكن أيضا والمسألة الأساسية والتي هي الهدف العمل على إجراء استفتاء من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وطبعا هذه المسألة الأخيرة لا بد لها من شروط يجب أن تتوفر لكي تتمكن البعثة من القيام بهذه المهمة. وبالرجوع إلى تاريخ الأمم المتحدة وإلى عمل مجلس الأمن، نجد أنه أنشأ عشرات البعثات وعشرات اللجان في العالم، منها ما يشرف فقط على وقف إطلاق النار والتقرير عن الخروقات الواقعة فيه، وهذه مهمتها تكون عادة على الحدود بين طرفين متحاربين، وهي معروفة بين لبنان وإسرائيل مثلا، كما أنها كانت في مرحلة سابقة في جزيرة قبرص بين الشماليين والجنوبيين.
أما باقي لجان وبعثات الأمم المتحدة في أغلبها فهي تكون داخل الإقليم الذي يعاني من صراع سياسي، ومن جملتها البعثات التي تحدث عنها الأخ سابقا في الورقة التقنية التي تقدم بها عن الحملة، وأغلبها في إفريقيا. فتوجد بعثات نظرا للنزاعات السياسية والعرقية الموجودة بالعديد من دول إفريقيا. كانت هناك عدة بعثات في الكونغو الديمقراطية وفي دارفور وفي جمهورية جنوب السودان وفي ليبيريا وفي الكوت ديفوار وفي مناطق أخرى غير إفريقية، في هايتي وفي أفغانستان. طبعا كانت هناك العديد من البعثات الأخرى، ولكن البعثات الحالية مؤخرا هذه أهمها، وأغلبها كما قلت إن إلا استثناءات قليلة من البعثات التي ترعى وقف إطلاق النار على الحدود بين طرفين تتوفر على مكون حقوقي مهمته الأساسية مراقبة وضع حقوق الإنسان. ولذلك نجد أن مراقبة حقوق الإنسان تتم عن طريق تطعيم البعثة بمكون حقوقي يرجع مثلا لمجلس حقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان سابقا والله شيء من هذا القبيل. تطعم البعثة بمكون حقوقي مختص في هذا المجال له عدة مهام. تستفيد البعثة في مكوناتها، لأن البعثة لها عدة مكونات عادة: المكون العسكري، المكون الإنساني، مكون غوث اللاجئين، مكون كذا وكذا. هذا المكون الحقوقي تستفيد مكونات البعثة من استشاراته في مجال حقوق الإنسان، وعادة ما يكون رئيس هذا المكون هو مستشار رئيس البعثة في مجال حقوق الإنسان. ولها عدة مهام قلنا، إلى جانب اختصاصها في إعطاء الاستشارة للبعثة في مجال حقوق الإنسان، لها عدة اختصاصات كذلك، منها مراقبة حقوق الإنسان وإجراء التحقيقات اللازمة بشأن خرقها في الإقليم التي تتواجد فيه. يعني من الاختصاصات الأساسية الرئيسية مراقبة وضع حقوق الإنسان والتقرير عنها. ثانيا التقرير عما يحدث من انتهاكات وتقديم الاستشارات في مجال حقوق الإنسان لسلطات الإقليم. الإقليم المتواجدة فيه البعثة يحتاج لتوجيه في مجال حقوق الإنسان ويحتاج لاستشارات في مجال حقوق الإنسان. عندما تكون النوايا طيبة وعندما تكون الإرادة حسنة يمكن لسلطات الإقليم الذي تتواجد فيه البعثة الاعتماد على استشارات هذا المكون الحقوقي في البعثة والاستفادة من خبراته. لذلك أيضا يقدم هذا المكون الحقوقي في بعثة حقوق الإنسان الإرشادات والاستشارات للمجتمع المدني في هذا الإقليم. فمثلا لو أن بعثة المينورسو كان بها مكون حقوقي، كانت هذه اللجان الحقوقية وهذه الجمعيات الحقوقية المتواجدة في الصحراء الغربية كان لها فرصة طيبة للاستفادة من خبرات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، في مجال التكوين، في مجال التوجيه، في مجال الإرشاد، في مجال كيفية إنجاز التقارير في مجال حقوق الإنسان إلى آخره.
إذن هذه أهم مهام مكون حقوق الإنسان المتواجد ببعثات حقوق الإنسان في العالم. كما أن هذا المكون وهذه البعثة المطعمة بمكون حقوق الإنسان تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان واحترام قيم الحرية والديمقراطية واحترام القوانين، وتقوم وتباشر دعم الفئات المستضعفة في المجتمع الذي تتواجد بين ظهرانه. فهذا المكون عادة ما يطلع على أوضاع السجون ويطلع على أوضاع السجناء ويقدم لهم الدعم، كما أنه يطلع على أوضاع الأطفال والانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، وعموما يقوم بالعمل والمساعدة في حماية الفئات الضعيفة في المجتمع، في مجتمعات أخرى تكون المرأة مستضعفة فيكون هذا المكون الحقوقي إلى جانبها. ولكن والحمد لله المجتمع الصحراوي لا يعاني من هذه الظاهرة، فالمرأة قوية بإرادتها وقوية بفكرها، تعتمد أساسا لهذه الأهداف. يأتي السؤال: لماذا المطالبة بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية؟ عندما تم توقيع اتفاقية هيوستن بين المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، كان الاعتقاد سائدا أن إرادة الدولة المغربية صادقة من أجل التوصل إلى إنهاء النزاع وعدم العودة إلى الصراع، وذلك بواسطة قبول استشارة شعبية ذات مصداقية يكون صوت الصحراويين هو الفيصل فيها. لذلك لم ينتبه منجزو الاتفاق إلى هذه الثغرة، ربما لحسن النوايا، ربما للثقة في التعهدات التي قدمت آنذاك لإنهاء هذا المشكل نهائيا باعتبار إنهاءه مصلحة للجميع. لذلك لم تزود بعثة المينورسو بمكون لحقوق الإنسان. لذلك عندما